هي طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 21 صفحة 88. لدينا دالتين F و G. أولا حساب F دو صفر و F دو 3 على 2. إذا F دو صفر يكفي أننا نعوض X في الدالة F بصفر، يعني 2 في صفر ناقص 1، الكل أس 2 ناقص 4. إذا 2 في صفر هي صفر، تبقى لنا ناقص 1 أس 2 ناقص 4، تبقى لنا 1 ناقص 4. 1 أس 2 ناقص 1 أس 2 هي 1 تساوي ناقص 3. اف دو 3 على 2، اذا هنا غنعوض اكس ب في الدالة اف ب 3 على 2، اذا 2 في 3 على 2 ناقص 1، الكل اس 2 ناقص 4. اذا هنا مشات 2 مع 2، بقات لي 3 ناقص 1 الكل اس 2 عفوا ناقص 4 ناقص 4 تساوي 2 أس 2 ناقص 4 تساوي 4 ناقص 4 تساوي 0. نعتبر العلاقة F المعرفة بما يلي: F دو X grand F تساوي petit F دو X plus petit G دو X. إذا F دو X تساوي F دو X زائد G دو X. لنبين أن F دالة تآلفية، إذا غادي نعوضو F دو X كتساوي 2 x ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 4 زائد جي دو إكس. جي دو إكس تساوي 9 تساوي 9 ناقص 4 إكس زائد 9 ناقص 4 إكس أس 2 عفوا. إذا هنا غادي نشرو متطابقها مع رقم 2، هي 4 إكس أس 2 ناقص 2 في 2 في 1، 2 في 2 إكس في 1 يعني 4 إكس زائد 1 أس 2 هي 1 زائد بقات لنا هنايا عفوا 4 ناقص 4 زائد 9 ناقص 4 اكس اس 2. اذا هنا مشات لنا 4 اكس اس 2 مع 4 اكس اس 2، بقات لنا ناقص 4 اكس زائد 1 ناقص 4 هي ناقص 3، ناقص 3 زائد 9 هي 6. اذا اف دو اكس تساوي ناقص 4 إكس زائد 6. السؤال الموالي إنشاء التمثيل البياني لـ F. إذن هنا غنعوضو ناخذ جوج قيم، مثلا ملي كيكون إكس يساوي مثلا 0 أو 1. إذا خلينا إكس يساوي 1 باش نسهل الحساب. إكس يساوي 1، ملي غنعوضو هنا بواحد، إذا ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 زائد 6 تساوي 2. ناخذ مثلا F تساوي إكس يساوي مثلا 0. إذا كان إكس يساوي 0، إذا نعوض هذه بصفر تبقى لنا إكريك يساوي 6. إذا رجعنا بعيدة في التمثيل المبياني، غناخذو 0.5 يعني 1 على 2 ناقص 4 في 0.5 هي ناقص 2. ناقص 2 في ناقص 2 زائد 6 هي 4. إذا هنا غادي ناخذ مثلا النقط ديالنا. إذا هنا x يساوي 1 هي 1، y الصورة ديالها هي 2، إذا هنا هي واحد النقطة. ثم 0.5 x يساوي 0.5 يعطينا 4، إذا هذه هي 4 إذا التمثيل المبياني للدالة f هو كما يلي. نسميوه السي ديال جرون اف. شكرا على حسن المتابعة.